أطلق صندوق النظافة والتحسين في محافظة المهرة على عام 2022 عام التشجير في جميع شوارع المحافظة ومواصلة رسم الجماليات والمجسمات وغيرها الذي ترمز لأبناء المهرة وتاريخهم النضالي العريق. هذا العام سيكون إن شاء الله في خطة جديدة سواء في مجال النظافة أو في مجال التحسين إضافة إلى ما تم في الأعوام السابقة. سيتم إن شاء الله في هذا العام في مجال النظافة إضافة بعض المديريات أو زيادة العمال فيها سواء في مديرية منعر هذه اللي كان فيها شوي عمالة أضفنا هذا العام. كذلك في دار التحسين في شوارع جديدة إن شاء الله هذا المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة وشارع الكلية إن شاء الله سيتم تشييرها إن شاء الله في هذا العام. صندوق التحسين بالمحافظة بذل جهودا كبيرة خلال العام 2021 ونفذ خططه كاملة رغم شحة الإمكانيات وأظهر مدينة الغيضة بالوجه الجمالي كعاصمة للمحافظة وقبلة لكل اليمنيين. وكذلك مجسمات سنعمل مجسمات جديدة إن شاء الله في هذا العام عام 2022. عام 21 الحمد لله ما تم الخطة له نفذ الحمد لله وبأكثر يعني نعمل في هذا العام إن شاء الله يكون أكثر من العام السابق. الدعم السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ محمد علي ياسر صحيح صريحة صراحة تدعم الصندوق سواء في جانب الموازنات أو في جانب التحسين أو في مجال النظافة في توفير وسائل النقل. خطط كبيرة وآمال يطمح إليها صندوق خلال عام 2022 لتنفيذها تتضمن استكمال خط الجامعة وخط الكورنيش بعملية التشجير وإنشاء عدد من المجسمات الجمالية التي ترمز لتراث المهرة العريق والمتنوع في الجمال منذ القدم. إن شاء الله هذا العام عام التشجير إن شاء الله نظهر مدينة الغيضة والمهرة إن شاء الله بصورة صحيحة ومنظر جميل إن شاء الله. طبعا الحروف المهرية هو رمز للغة المهرية ولمحافظة المهرة فعملنا في العام الماضي على أساس في تشكيل التشكيل في مجال التشكيل على عمل بعض الأحرف المهرية سواء حرف الفاء أو حرف الثاء. حروف اللغة المهرية هي الأبرز في بداية هذا العام تم رسمها في عملية التشجير للحفاظ عليها من الاندثار والاعتزاز بها والتي تعتبر جزءا من تراث أبناء المهرة وسط إشادات كبيرة من قبل المواطنين بأعمال صندوق النظافة والتحسين وسط دعوات للتعاون مع عمال النظافة وإظهار الغيضة بالوجه الجمالي التي تليق بها. لبرنامج أسبوع البلد محافظة المهرة.